هنشوف كمان مراكز الشباب. لو عاوز تحمي اي قريه اي مدينه، اقعد اسال نفسك هو فيها كام مركز شباب، وفيها مركز ثقافه ولا لا، وفيها سينما ولا لا، وفيها مسرح حتى لو محدود لاكتشاف المواهب ولا لا، هو ده اللي هيجذب الشباب، وفيها نادي ولا ده اللي ممكن يجذب الشباب بعيدا عن الإدمان والتطرف. وده اللي هنشوفه في ان يبقى فيه قطعة أرض مخصصة انها تكون مركز شباب، لا يبتدي يلتهمها الكبار ويعملوا فيها أسواق لبيع منتجاتهم كما سنشاهد. أرض شاسعة بمحافظة الشرقية خصصت رسميا لإقامة مركز شباب عليها منذ 7 سنوات، لكنها في الواقع سوق يستغله المنتفعون من التجار بشكل غير قانوني. في معنا قرار تخصيص من المحافظة بتخصيص قطعة الأرض 70 إيراد ل22 إيراد مركز شباب، وباقي قطعة الأرض عبارة عن مدرسة مصرية يابانية. هل مراكز الشباب معمولة لتجارة البهايم؟ كل الارض دي حاليا بتستغل كسوق لصالح مجموعه من المنتفعين، بيحصلوا ارضيه من ارض مش ارضهم اصلا، بياخدوها ليه مش عارفين. بدل ما نروح نقعد على قهاوي ولا كده، عايزين مركز شباب برضو عشان نعرف نعيش زي ما الناس عايشه برضو. متأجرين السوق بس هم المنتفعين، لكن اهل البلد مش منتفعين باي شيء، حتى هم لو طلعوا نسبه مثلا تخش الجمعيه اللي هو تصرف على يعني الناس التعبانه في البلد ماشي، لكن مش في حضرتك اي حاجه خالص. احنا عاوزين مجمع مدارس، لان حدانا المدرسه الاعدادي مدرسه صغيره شغاله فترتين، الفصل فيها بيعدي 70 طالب. طب احنا عاوزين مركز شباب، نص السوق ده مركز شباب والنص وفي منه نص فدان اللي هو بيقولوا عليه سويقه، وبقيه الارض من ورا خالص دي اللي هم عاوزين يعملوها ايه؟ عماير. احنا مش عاوزين عماير، احنا عاوزين مجمع مدارس. الحاجه الموجوده في البلد يعني من 60 سنة نوعا لقيها بنفس المنظر ده، ما يبقى حدانا مكان فاضي بالطريقة ديت ومش قادرين نستنفع بيه، مثالي حرام. ينعمل فيها وحدة صحية، ينعمل فيها مدارس، يعني حاجة متكاملة للبلد بدل السوق، السوق كل أسبوع يوم. لكن المدارس والتعليم ده على يعني هيربي أجيال. بلد كبيرة زي دي كده ما فيهاش مدرسة ثانوي ولا مدرسة صنايع ولا تجارة ولا حاجة. في نفس الوقت المدرسة لا تصلح أحسن هي تكون مدرسة، الأحداث نفسها أحسن من المدرسة دي، أنا مش مستفاد حاجة. وانت بتيجي في اخر الاسبوع تحط في جيبي، تيجي في اخر الاسبوع تشغلني، طب هل انت هنا مشغل اهل البلد؟ احنا بنتجول معاكم في معظم محافظات مصر، برنامج العاشرة بيهتم بالتحقيق التلفزيوني، بيعكس احوال المحافظات وبنهتم بهذه القضايا، ربما حتى المشاهد يكون كمان استنزف من القضايا السياسية اللي قاعدين نلف وندور حول انفسنا فيها يعني. لكن لما بنناقش هذه القضايا بنضع كشافا من الضوء عشان المسؤول يشوفها، يعني حتى نجد حلول. لما اشوف مركز شباب زي ده بلاش اضيعه، ده قطعه الارض موجوده ضاعت وتحول. هو ليه بقى الشباب مش لاقي لا وهي تم تخصيصها تحولت اهو زي ما انتم شايفين ليه اسواق وبتباع فيها البهايم والحاجات. لو انتم فاكرين الفيلم بتاع عادل امام، يعني المشهد الشهير اللي ربما افضل ما يعبر عن ذلك، يعني احنا قدام يعني لو انت عايز تفكر تقول طب انا عشان اجذب الشباب الى المواهب والى الرياضة والى الفن والثقافة والفكر بعيدا عن الارهاب ده مركز شباب تاخده بقى بالشكل اللي انت شايفينه ده، وهي قطعة ارض كبيرة يعني تعمل حتى انشطة مختلفة، ده تعمل نشاط رياضي واجتماعي وتعمل كمان أنشطة فنية وأنشطة ثقافية. لو في حد بيفكر العارضة هي بتاعت الجون خالية لا يسجل الأهداف فيها الشباب اللي بيستحقوا ده يعني. طيب تعالوا نشوف.